تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة مجموعة من الوزراء ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تم افتتاح قرية الفواخير بعد تطويرها. هذه الحرفة، يعني الحرفات اللي هي التراثية القديمة دي، لابد ان احنا يعني نحتضنها ونحن طبعا يعني نحافظ عليها من الاندثار، لانها الحقيقة تمثل اولا تاريخ كبير لمصر، وايضا بتمثل حرفية واتقان عالي جدا زي ما موجود في باقي المعروضات اللي احنا شفناها النهاردة. من هنا كان تدخل المحافظة لتطوير هذا المكان، ويعني العمل او تشجيع طبعا اصحاب هذه الحرف على الاستمرار في مثل هذه الحرف. يعد افتتاح قرية الفواخير بعد تطويرها الحدث الاكبر بالعاصمة لاحياء احدى اقدم الحرف التراثية بمصر منذ عهد القدماء المصريين. كل فخورة من دول بقت اتحولت كده من فواخير لاتيليهات فنية فيها ابداع، فيها فكر، فيها تصميمات، في فنانين فعليين موجودين. كل مكان منهم او بيطلق عليه فخوره هو بيئه اتيليه فني، لان في موجود طلبه اكاديميين، في فنانين، في طلبه تحت التدريب. ابتديت بعد التخرج ان انا ادرس مجال الخزف، الرسم على الخزف والتشكيل، وابتديت اجي هنا القريه اتعلم واشوف الاماكن اللي اقدر اتعلم فيها على ايد الناس الخزافين هنا. احنا كنا زمان طبعا بنشتغل في الفواخير، الفواخير كانت مختصره زمان على القلل والزيار واثار الزرع، انما دلوقتي ما شاء الله يعني النهارده الناس تطورت وعملت شغل كتير جدا في الخزافيات، وطبعا التطوير اللي حصل للمنطقه ده ادها شكل جمالي اكتر، يعني اكنه مزار سياحي يعني. تضم قرية الفواخير أكثر من 150 فخورة، ويجرى الآن العمل لوضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة، وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمي. في ضوء استراتيجية القيادة السياسية بدعم وتشجيع الحرف اليدوية، تم افتتاح قرية صناعة الفخار أو قرية الفواخير، وفي احتفالية ضخمة وبمشاركة قامات ومسؤولين تم افتتاح القرية لتعيد معها إحياء حرفة تراثية كانت قد أوشكت على الاندثار. من داخل قرية الفواخير، أمل صبري، النيل.